كيف تذهب من هنا إلى هنا؟ سأقول لك الآن. تقطع البرتقال هكذا ثم هكذا، وتضعه في القدر وتضيف كمية مساوية من السكر ونصف كوب من الماء، وتطبخ هذا في قدر الضغط لمدة 30 دقيقة. وتزيح الحثالة إن كانت هناك حثالة، وهذه هي النتيجة. انقر على زر الإعجاب إن أعجبك هذا الفيديو، واصل الدراسة، انقر على الفيديو الموالي.